السلام عليكم. نكمل الحديث إن شاء الله على محاضرة الفاكسينيشن. طبعا احنا الفاكسينيشن هي كلمة قديمة، وطبعا احنا هنا نتحدث فيها بحكم انه نعرف انه في حاجة اسمها التطعيم، التطعيمات اللي بيحصل عندنا الأطفال. هي كلمة لاتينية في حد ذاتها تعني بالفاكسين، الفاكسينة اللي هي مقصود فيها البقرة أو الكاو، على اسم البقرة اللي جرى عليها الاختبار في موضوع التطعيم في موضوع سمول بوكس، والكاو بوكس عفوا، من خلال العالم اسمه إدوارد جينر، وسميت طبعا بعد هيك من خلال العالم باستير فاكسين او فاكسين، تسمى فاكسين او فاكسينيشن، اللي هي عملية ايش اللي بصير فيها. هي عملية immunization، انه احنا بدنا نعطي فاكسين، بدنا نحاول نحضر الجسم. هذا الكلام بيحصل سواء كان جسم الاطفال او لغير الاطفال. ليش هذا التحضير؟ اساس نعمل عملية ايش، اشعار للانتي بادي، لا اور بادي سوري، تو فايت اجينست ديزيز. يعني أساسا لو صار في أنا صار ديزيز موجود من هذا الأشياء اللي إحنا عملنا له تطعيم immunization، تمام، هيكون عندي نوع من specific يعني specific immunity لـ specific microbial antigen، تمام. هذا بشكل عام. بقول هنا أفن غالبا بيحصل انه بندعم هذا الانتيجين او هذا الميكروب من خلال حاجه يسموها ادجوفنت. ادجوفنت معناتها مساعد، تمام. ليش انت بتعطي هذا المساعد مع الميكروب او مع الانتيجين؟ تو انديوس بروتكتيف اميونيتي، يعني اساس انه تعمل كويس، يعني بروتكتيف اميونيتي تكون قويه اجينست لهذا الانتيجين الغريب اللي احنا بنحكي عنه. إذن هذا الأجومنت اللي هو المساعد اللي بيكون مع الأنتيجين اللي إحنا أعطيناه، هو عبارة عن مادة ممكن تكون بتساعد إنه يعمل لي إنديوس سترونج سيل ميديتد إميونيتي، فور إكزامبل بخلي التي سيل جود مور فور جروث أور فور ديفرانشيشن، تمام. كما إنه ممكن يساعد بإنه يعمل أتراكشن، بانه السيلز بتاعت المناعة تصل لمين؟ لا اللي هو المنطقة اللي صار فيها عملية الانتيجين اللي احنا اعطيناه في عملية التطعيم. اذا لها فائدة بشكل او باخر. ممكن يكون هذا الماتيريال او هذه الاشياء عبارة عن كيلد بكتيريا مصاحبة للانتيجين اللي بتعطيه، او ممكن يكون عبارة عن مادة اسمها المنيوم هيدروكسيد، او ممكن يكون مينرال اويل كان اولسو بي يوزد، عبارة عن مساعدات تنعطى بشكل أو بآخر. هذا كمان عام. إذن الفاكسينيشن الهدف بتاعه ممكن يأخذ وجهين، إنه إحنا بدنا نعمل أول حاجة reducing تخفيف the incidence of the disease، يعني إحنا مش عايزين يكون عندي هناك ديزيز. يعني مثلا احنا بنطعم شلل الاطفال، بنطعم لهيباتايتس، بنطعم كذا، مش عايزين يكون في عندنا في المجتمع هذا الشيء. وفي نفس الوقت بدنا كمان ريديوس مورتاليتي ريت، لانه طبعا الديزيز حينتج عنه مورتاليتي ريت، نسب وفاه، معدلات وفاه. اذا انا عايزين نحمي احنا الجيل او نحمي الاطفال من اي امراض مستقبلية من هذه الاشياء اللي احنا عملنا لها عملية تطعيم. النقطة اللي عايز احكيها ممكن احنا ذكرناها صحيح في اخر المحاضرة، انه التطعيم بشكل او باخر ممكن يكون عبارة عن باسيف ويكون اكتف. معلش بحاول اذكرها الان، باسيف وايش واكتف. ايش يعني باسيف؟ بس انه احنا بنروح بنعطي المريض او بنعطي الانسان طبعا حاجه جاهزه، عشان هيك بنقول احنا باسف، تمام، انه بنعطي حاجه ايش جاهزه. يعني ممكن نعطيه انتي بودي، اوكي، ممكن نعطيه خلايا على اساس ايش تحصل، انه هذه تساعد وقتي، تمام، تساعد ايش بشكل وقتي
بحيث انها تعمل عملية اللي هو معادلة الأشياء المرضية اللي دخلت عندك بحال تحل المشكلة الآنية. هذا الباسيف ان جنرال، الباسيف فاكسينيشن. في عندنا كمان حاجة معنى آخر اسمه باسيف اميونيتي، يعني مثلا انه ممكن الآن انت طلعت رحت لقيت في عملية الفيدينج، بريست فيدينج، الملك اللي بياخد البيبي من امه، هذا في انتي باديز موجوده فيه بتنتقل للبيبي وبتساعده انه تعمل له بروتكشن لمناطق الانتستين تحته. يعني هذا يعتبر بس انا نقلت انتي بادي، لكن هنا كان هيتشر من خلال الرضاعه بشكل او باخر. كمان بيحصل عندنا في موضوع الست الحامل الانتي بادي زي ما ذكرنا الاي جي جي بامكانه ينتقل للبيبي ويعمل له عمليه حمايه. هذا عبارة عن بس لأن أنت نقلت أنتي بودي. ممكن في حالة معينة ننقل سيلز على أساس أن نحل مشكلة معينة نعطيها للإنسان. إذا في عنا بس بشكل أو بآخر، تمام. إذا هذا بس فاكسينيشن. النقطة الثانية في الأكتيف فاكسينيشن، الأكتيف فاكسينيشن عندنا في البس أنه إحنا بنعالج المشكلة وقتيا، ولكن النقطة الأساسية في هنا في هذا الأمر اللي إحنا مش هنقدر نحققها، تمام، اللي هي مش هنقدر نعمل حاجة اسمها ميموري، يعني عبارة عن حل وقتي لكن لا يطول مع العمر بالنسبة لمين؟ لهذا الشخص. إذا قضية المناعة درجة أو بأخرى إحنا عايزين نعمل عملية إيش؟ وجود ميموري، تمام. والشغلة الثانية عايزين كمان في المناعة نعمل وجود مناعة هيومورال وكذلك وجود مناعة سيلولار اميونيتي، اللي هو وجود انتي بادي تكون شغالة، وده في مجال تكون السيتوتوكسيك سيل اللي هي السي دي اي تكون شغالة، تمام. اذا في الباسيف في عندي مشكلة في موضوع الميموري. النوع الثاني اللي قلنا عنه الاكتيف، انه انا عايز اعمل مناعة طويلة الأمد زي إنه يكون عندي ميموري سيل. والشغلة الثانية إيش يكون عندي؟ يكون عندي في مجال السيل ميدييتد اميونيتي والهيومورال اميونيتي يكونوا بالفعل نشطين ضد الميكروب في المستقبل. وهذا الكلام مين بحققه؟ بحققه الأكتيف اميونيتي. مين بحققه؟ بحققه اللي هو عدة أوجه من المناعة او من التطعيمات اللي احنا بنعطيها بحقق ليش؟ بحقق للاكتيف او بحقق للاكتيف اميونيتي بشكل او باخر. طيب هذا الامر ممكن يحصل من خلال ايش الاكتيف اميونيتي؟ يعني مثلا لو انا تعرضت لمايكروب 100% وشفيت منه، ولا تعرضت وشفيت معناته انا وكانه عشت الحدث، معناته انا حيتكون عندي مناعه، حيتكون عندي ايش؟ ميموري، تمام. اذا في عندنا ايش؟ ممكن يكون عبارة عن شكله ايش؟ خلينا نقول اكتيف، تمام، اميونيزيشن، تمام. ممكن يكون ناتشرال. ايش يعني؟ انه انا تعرضت للانتيجين والانتيجين حي للميكروب وهلم جرة، اذا وكأنه كان عندنا حاجة في الطبيعة موجودة، تعرضنا وواجهناها والحمد لله تغلبنا عليها وصار عندنا هناك ميموري. إذا وكأنك أنت بتقول لي الأكتيف إميونيتي في منها نيتشر، تمام، وفي منها أرتفيشال، وفي منها إيش؟ أرتفيشال نيتشر وأرتفيشال. أرتفيشال إنه أنا في عندي إذا الأكتيف في عندنا الفاكسينيشن. نرجع نحكي تاني، بقدر اقول عبارة عن ناتشرال وبتكون ارتفيشال، اوكي. من ضمن هذه الارتفيشال اللي هو عندنا الانواع اللي احنا الان بنذكرهم عشان تكون الامور واضحة. There are four main ways to develop vaccine، اللي هو بيكون عندي life attenuated vaccine، كيلد فاكسين، توكسويد فاكسين، كومبوننت فاكسين، دي ان اي فاكسين.
ايش يعني لايف اتينويتد؟ لايف اتينويتد انه عباره عن بنعطي على الميكروب تقريبا بكون شكله بشكل عام يعني خلينا نقول اوكي از اهول اورجانيزم، ولكن الباتوجينيسيتي بتاعته مهدومه، كانوت كوز ديزيز، الحاله لا يستطيع ان يعمل حاله مرضيه. اوكي هي مقصود في اتينويتد لايف اتينويتد. الثانيه كيلد، انه احنا بنعطي فاكسين بكتيريا لكن ميته، ممكن نكون عرضناها لهيت، عرضناها لكيميكال. توكسويد فاكسين، انه احنا بنعطي مثلا السموم البويزن، تمام، بروديوست اللي هي بتطلع من المايكرو، لكن ايش مالها؟ عملنا لها تضعيف الباتوجينيسيتي بتاعتها بحيث انها ما تضرش هذا التوكسين. ممكن اعطي كومبوننت بتاعت البكتيريا، بروتين معين من هذه البكتيريا او الفيروس يمشي. ممكن نعمل دي ان اي فاكسين. ايش يعني دي ان اي فاكسين بشكل مختصر؟ انه احنا بنعطي دي ان اي، قطعه دي ان اي هذه بتقدر تعطيني بروتين، والبروتين بيساعد انه يعمل مناعه لميكروب معين موجود عندنا. نيجي للايف اتينويتد فاكسين. لايف اتينويتد فاكسين ار كرييتد فروم ا كومبليت مايكروب، زي ما ذكرنا كومبليت مايكروب. مالك كومبليت مايكروب؟ اوكي ذا مايكروب يوز ان ذيس فاكسين ستيل كان انفكت، يعني ممكن في بيحصل هذا امر ريرلي انه يرجع يصير اكتيفيشن ري اكتيفيشن لمين؟ لهذا الفيروس. وهذه من ضمن اللي خلينا نقول الديس ادفانتج بتاعت اللايف اتينويتد، تمام. كيف بصير؟ انه والله انت بتجيب المايكروب بتعمل له عمليه نمو، بتحطه في ميديا، بضلك تعمل له عمليه في اللاب، بتعمل له زي كلتشر مزرعه، وضلك تزرع فيه تزرع 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 بين ما ايش تضعف اللي هي الباتوجينيسيس بتاعته، تمام، مع الوقت طبعا وقت طويل. ايش الادفانتج بتاعته هذا؟ قلنا اللايف اتنويتد، وهي بنقول اللايف اتنويتد نيز تو انه بيعطيني مناعه سترونج اميونيتي، تمام. والشغله الثانيه لونج لاستنج اميونيتي ميموري كويسه، تمام. اذا في عندنا سترونج سواء كان هيومورال او سيل ميديتد، والشغله الثانيه بيعطيني ايش؟ جود ميموري في هذا الموضوع. والشغله الميزه الاخرى وان دوز تمشي الحال، او اعطينا وان دوز ممشي، اثنين دوز اتس اوكي، بس وان دوز از انف. ايش الديس ادفانتج؟ الديس ادفانتج بتاعته انه بيحتاج انه احنا بنخاف نعطيه للناس اللي عندهم مشكله في المناعه، تمام. وهذه المشكله اللي موجود عندهم الناس بسموا عندهم اميونو كومبرومايز، تمام. ممكن يحصل عندهم ولو نسبة ضئيلة جدا يصير عملية ري اكتيفيشن للفيروس على سبيل المثال، ممكن يعمل مشاكل عند هذول الناس. هذا من ضمن الديس ادفانتج. النقطة الثانية بيحتاج إلى ريفريجريتر تو ستي بوتنت، يعني دائما تحطه على درجة حرارة ماينس، اوكي، عشان دائما انت تحافظ عليه بحيث انه ما يصلوش اللي هو نوع من الديناتشريشن، تمام، او يتحول لمثلا كلب بشكل او باخر الى كلب. والشغله الثانيه انه انت عايز تحافظ عليه لانه برضو احنا ممكن لو بدنا نعطي على ما نروح لمكان بعيد في حراره، فانت مع الحراره حيفقد اللي هو القيمه بالنسبه لموضوع انه يعطيني اميون ريسبونس بالشكل المطلوب. من الاكزامبلز اللي بنعطوا منهم، طبعا في منهم اكيد اشياء اخرى، ميزلز حصبه، المامس فاكسين، روبيلا فاكسين، جيرمان ميزلز، طبعا بنعطى على اساس انه MMR، يعني ممكن الجرعه بتاعت البيبي اللي بياخذها بنعطى MMR، يعني ميزلز مام روبيلا. ممكن نعطى كمان نوع اخر اسمه اورال بوليو فاكسين، صابين، نوع صابين، انه احنا بنعطى اتنويتد طبعا. اوكي بنعطى فارسيلا للتشيكن بوكس فاكسين، او بنعطى للتي بي فاكسين للميكوبكتيريان توبركولوسيس، اسمه تي بي توبركولوسيس فاكسين. النوع الثاني، وطبعا من ضمن الميزه قلنا لونج ميموري، والشغله الثانيه انه بيعطيني
هيومورال زائد سيل ميديتد اميوليت. النوع الثاني انها كل انه ايش بتعمل انت؟ بتعمل انفكشن نو، يعني انه هذا الميكروب اوريدي كيلد، يعني انت بتروح بتعالجه مع كيميكالز او الان هم بحطوه في فورمالدهايد، فور اكزامبل كيميكال زي الفورمالدهايد. زمان كان يستخدموا هيت، بس وجدوا انه بصير في دناتشوريشن، نوع من التحطيم للبروتينات الميكروب، فصاروا الان يستخدموا اللي هو الفورمالدهايد. تمام؟ طبعا في الحاله دي ما فيش عندي حيكون هناك اي نوع من الانفكشن مور سي. زي مين؟ بعض الاحيان ممكن نعطي البوليو فاكسين بنوع اللي هو الكيلد واسمه سولك، هناك اسمه صابين الاتنيويتد. تمام؟ انفلونزا ممكن تعطي ان اكتف، كوليرا، هيباتايتس اي، انواع ممكن يكون في انواع اخرى، ريبيز. تمام. ادفانتج تاعته سيف، ما فيش شيء خوف من الناس بتاعين الاميون كومبرومايز اللي عندهم مشاكل في المناعه يرجع يصير له اكتف تاني. ايزي ستورد اند ترانسبورتد، يعني سهل يتخزن وينتقل، مش محتاج الى ريفرجريتر. تمام، مش محتاج. الديسادفانتج يوجوالي ريكوير بوستر شوت، يعني من ضمن الشغلات انه بحتاج الى اكثر من جرعه، جرعتين ثلاثه بعض احيانا على اساس انت تثبت طبيعه التطعيم بشكل او باخر. ويقال كمان انه ممكن نوع من انواع المناعه بس زي الهيومورال اميونيتي هي اللي بصير اكتف اكثر من اللي هو السيلولار اميونيتي في هذا الموضوع. هذه من ضمن الديسادفانتج. عندنا توكسويد، التوكسويد فاكسين are made by treating toxin، يعني انت بتعطي توكسين لكن مضاعف بحيث انه ما يعملش ايش باثوجينيسيتي. تمام، برضو من خلال معالجة مع هيت او كيميكال زي الفورمالين. تمام، طبعا مش حيسوي ديزيز اكيد، وحيعمل بروتكتيف اميونيتي از ناتشرال توكسين زي الدفتيريا توكسين والتيتانوس توكسين. النوع الاخر كومبوننت فاكسين، كومبوننت فاكسين ار ميد باي يوزنج اونلي بارت اوف ذا فيروس اور بكتيريا، يعني انت بتستخدم جزء من الفيروس او جزء من البكتيريا. تمام، وبتعطيه لمين؟ للانسان اللي عايز الطعم في هذا الامر. اوكي، زي مثلا انت بتعطي مثلا الناس اللي بنطعمهم للانفلونزا، هيموفلاس انفلونزا، نعطيهم هيب فاكسين اللي هو عباره عن بوليسكرايد عليه بروتين معين. الهيباتايتس تعطي مثلا هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين بتاع الفيروس، او الاي مثلا تعطيه، او النوموكوكساي بكتيريا تعطي السكر البوليسكرايد مع طبعا بتكون مرتبط على بروتين. تمام، هذه امثله من امثله اللي هو الكومبوننتس بتاعت الفاكسين. دي ان اي فاكسين بعض الاحيان زي ما ذكرنا انه احنا بنعطي حاجه اسمها بلازمين، يعني قطعه دي ان اي جواها، جوا القطعه قطعه الدي ان اي، جوا القطعه جوا هذا الدي ان اي اسمها بلازمين، نحط فيها قطعه دي ان اي عشان تعطيني تنسخ لي بروتين هو حيكون مهم للخليه لعمليه التطعيم اللي احنا عايزينه. ممكن يكون بروتين لبكتيريا او بروتين لفيروس، وهيك بتكون طبعا هي صحيح مثمره، ممكن تعطيني هيومورال وسيلولار ايش اميون ريسبونس. وطبعا ما فيش حيعمل لي ديزيز اطلاقا بشكل او باخر. نو نيد كمان ادجوفنت مساعده. اكزامبل طبعا انت انا ممكن تعطي الهيباتايتس، تعملوا هذا الكلام في المختبر وتحط هذا البلازم اللي جواه قطعه الدي ان اي، تعطيك اللي هو السيرفيس انتيجين تبع الهيباتايتس، وبعد هيك بتستخلص هذا السيرفيس انتيجين وبتروح تعمل له عمليه تطعيم. بشكل عام هنا بقول لي التطعيم لازم يكون خواصه ذا ايديال فاكسين، لازم يكون متوفر افوردبل، هيت ستيبل، حرارته يعني ستيبل في الحراره معينه يكون ستيبل ما يتدمرش، افكتيف احسن هيكون افكتيف عند سنجل دوز او بشكل عام التطعيم المثالي، ابليكابل تو ا نمبر اوف ديزيز، يعني يكون يتناول امراض كثيره، administered by mucosal route، يعني انعطى في مجال من ناحيه اللي هو الميوكوزال روت اذا كان في مجال ميوكس، suitable for administration early in life، يعني كويس انه احنا نعطيه للاطفال في خلال فتره مبكره من حياتهم.
هنا في هذا التيبل اللي انا تحدثت منه عنه في بداية المحاضرة، انه المناعة في عنا باسيف وعنا اكتيف، وان الباسيف نيتشرال. ايش يعني نيتشرال؟ ماتيرنال انتي بودي. قلنا في بيحصل بعض الاحيان ام تعمل عملية بريست فيدنج بترضع البيبي، اكيد في عنا انتي بودي بنتقل. ام الانتي بودي بنتقل من البلاسينتا على البيبي، ميونوجلوبين، او مثلا عندنا انتي توكسين باسيف. ايش يعني انتي توكسين؟ يعني مثلا واحد بيشتغل مثلا في تعرض لبعض من اشياء فيها صدى، ففي عندنا توكسينز بتكون لبكتيريا. تمام، هذه التوكسينز ممكن نعطي انتي توكسين لها. اوكي، فمن بنعادل على اساس نحل شيء سريع. تمام، او واحد مثلا تعرض للهيباتايتس بي او هيباتايتس سي، فبروح بتعطي انتي بودي ضد هذا الهيباتايتس عشان نعادل، بلاش يستشري اللي هو الهيباتايتس يعني الفيروس ويعمل لي انفلاماتوري جامده ويعمل مضاعفات. الاكتيف اميونيتي ها الباسيف. اذا الباسيف هي عباره عن نيتشرال، الاكتيف هي نيتشرال انفكشن. ها نيتشر، قلنا واحد تعرض ل التهاب انفكشن وشوف منه 100% فاكسين. تمام، او يكون ارتفيشال اللي هو الفاكسين اتنيويتد، اللي هو انكتيف بيوروفايد سيرتن بروتينات معينه، كلون مايكروبيال انتيجين، عملنا له كلون اللي هو زي ما قلنا من خلال البلازميد، او اعطينا مثلا توكسويد يعني بروتين مضاعف او توكسين مش صاير يعني ملوش باتوجينيسيتي، مش هيقدر يعمل لي باتوجينيسيتي. هنا تيبل بقول لي انا انه عين وكانه بتقول في عندي اتنيويتد وعندي ان اكتيف كيل. هذا ايش بقول لي؟ ملخص لفروقات ما بين الاتنيويتد فاكسين والان اكتيف فاكسين. البرودكشن بشكل مختصر انه انا الاتنيويتد انا قلت بعمله دائما كلتشر او بزرعه في بعض من الخلايا، هذا بالنسبه للاتنيويتد، هذا مختصر الكلام اللي هنا. ان اكتف اني انا بعالجه يا اما باشعاع يا اما بعالجه بسيرتين كيميكال زي الدهال. الشغله الثانيه بوستر ريكويرمنت، جنرالي ريكوير اونلي وان سنجل بوستر. اذا الناس اللي بنعطيهم اتنيويتد بكفي جرعه واحده، هنا ان اكتف نعطي اكثر من جرعه اللي هو الكلد. هنا اكتف مقصود فيه الكلد. ريلاتيف ستابيليتي، هذا اقل ستابيليتي، بده درجه حراره معينه، انا مور ستيبل نو بروبلم. فهذا دائما ممكن اعطي لدول العالم الثالث ودول الفقيره البعيده النائية. تايب اوف اميونيتي، هذا ممكن يعطيني هيومورال وسيل ميديتد اميونيتي، لكن هذا موستلي هيومورال اميونيتي. عارفين ايش معناته هيومورال وسيل ميديتد؟ هذا ريفيرجن تندنسي، ايش يعني؟ هل في مجال يرجع يعمل يعيد نفسه؟ مي ريفير تو فيريولنت فورم، طبعا ممكن يصير يصير عباره عن ترجع تاني الباتوجينيسيتي، يصير عندنا باتوجين نتيجه، طبعا ممكن يحصل في حالات معينه انه يصير الفيروس مدني هو اتنيويتد يصير عباره عن اكتف ويعمل مشاكل صحيه. هنا لا cannot revert to virulent form. اوكي، اذا فهمنا ايش الفرق بين الاتنيويتد والانكتيف. هاو فاكسين ورك، امر سهل. طبعا احنا الفاكسين ورك باي ستيمولاتينج ذا اميون سيستم، في عندنا البرايمري اميون ريسبونس، اعطينا هذا الانتيجين بشكل او باخر، ممكن نعطي مره ثانيه. طبعا اوكي بنعمل سكندري اميون ريسبونس بكون احسن واحسن. تمام، في هذا الامر واحنا بندعم طبعا بننشط المناعه، يعني هنا في اول ما اعطينا اول مره هيحصل عنده يصير فيه ميموري سيل، لو اعطينا المره الثانيه هننشط الميموري وتصير الامور 100%. تمام، تقريبا الكلام واضح. طبعا بيقول لي هنا ذس ادفانتج
is particularly important in infant and young children. طبعا كويس في الأطفال وال young children لأنهم يكون high risk ل infection. تمام to be ill or maybe die if we don't give them vaccination. هنا ذكر لي child immunization أنواع، في طبعا أكثر من هيك بكثير. تمام وكل دولة طبعا لها سيستم نظام معين في التطعيمات. قلنا ممكن ينعطوا تطعيم بي سي جي، تطعيم اللي هو قلنا باسيلس اوف كلمة انجولين، اسمع علماء، لتطعيم السل باسيلس، ميزلز هذا تي بي توبركلوزس، ميزلز ميزلز فاكسين، بوليو مايلايتس كمان البوليو شل الاطفال، ديفتيريا عبارة عن بكتيريا تعمل توكسين، بيرتوسس، تيتانوس. دي بي تي يعني بنعطوا هدول الثلاثة مع بعض جرعة واحدة في نفس الجرعة، قصدي مع بعض بنعطوا. تمام عشان يسموه دي بي تي، دي من ديفتيريا بي بيرتوسس تي تيتانوس. طبعا الروت اوف فاكسينيشن تختلف، ممكن ينعطى انتراديرمال توب لاير اوف سكين، او ينعطى زي بي سي جي، او ينعطى مثلا سبكوتينوس جاست بلو ذا سكين ميزلز فاكسين، انترامسكولار وذن ذا ماسل هيباتيتس بي. اورالي ممكن البوليو ينعطى اورالي نو بروبلم، ينعطى عبارة عن نقط اورالي. هذا الفيجر بوضح لي طبيعة الانتي بوديز ان جنرال في حياة الطفل. فبيجي يقول لي الطفل هو في حالة الحمل، تمام، ما زال الام هي الانتي بودي تاعها هو اللي بيجي بصله، وبعد هيك بيبدا ينزل عنا. قول بعد 6 شهور تقريبا الاخضر هذا، والله الاي جي ام بيبدا يتشكل. قول في مرحلة الولادة يبدأ هي عندي الاي جي جي يبدأ يصير عندي يتشكل لمين؟ للبيبي نفسه. تمام وكذلك الاي جي اي، تمام بيبدأ يتشكل عندي اي جي اي. هذه طبيعتها. اذا معناته في بعض احيان تطعيمات بدنا ندير بالنا انه بكون يعني لو انا رحت تطعيم اعطيته ممكن يكون قايل عندي البيبي بقايا انتي بودي للام اللي انتقل عن طريق البلاسينتا، فمعناته مش هيعمل لي ميموري. واضح ليش؟ لانه في اوريدي عندي انا انتي بوديات، وهذه الانتي بوديات حتعادل اللي هو مين؟ الفاكسين اللي انت اعطيته للبيبي. تمام فما مش هيعمل عمليه تحفيز للخلايا المناعيه، لانه في عنا وكانه عباره عن باسيف فاكسين موجود عندك، لانك انت نيتشرال باسيف، انت اخذت شيء من عند امك وعندك ما زال موجودين هذا الانتي بودي. فعشان هيك في بعض من التطعيمات تنتظر عليهم شويه بعد 6 شهور أساس تتأكد أنه كل الأنتيبوديات تاعت الأم يعني ذهبت أو صار لها عملية اللي هي deterioration وتخلصنا منها. أوكي فهذا بشكل عام كمعلومة في هذا الجانب. هنا بيوضح لي طبيعة التطعيمات إيش بنعطوا في حالة ما بتكون مثلا عندي bacterial أو viral. منهم بنعطى inactive inactive inactive، في عنا life attenuated. الفيرال نفس القضية، في عنا inactive inactive، في منه live attenuated. تمام وعرفنا ايش معناته زي البوليو صابين معناته live attenuated، بوليو سولك ريبيز روتا فيروس مثلا بنعطى في دول بنعطاش سيزيلا زوستر في السيلا زوستر يلو فيبر. تمام وقلنا في عنا نوع تاني بيوروفايد، هنا بنعطى هول، لكن هول في منه inactive ومنه killed. في عنا inactive يعني killed عفوا سوري، وفي عنا live attenuated. إذا inactive معناته killed، live attenuated يعني مضاعف لكن ما زال عنا عبارة عن whole microorganisms. ممكن نعطي توكسويد زي ما قلنا الدفتيريا والتيتانوس، تمام بكونوا inactive توكسوي اكسيتوكسين. ممكن نعطى بوليسكارايد، تمام زي الهيموفلانس انفلونزا تايب بي بنعطى، تمام لكن عادة ايش بنعطى؟ عبارة عن بولي سكرايد معها كونجوجيت بروتين، تمام حامله هذا البروتين على اساس يساعد في عملية تحفيز المناعة، لأنه السكر لوحده ما بيقدرش يعمل ميموري، فعشان هيك احنا بنحتاج لبروتين عشان يساعد في موضوع الميموري. وهذا الكلام بينطبق على اللي هو بكتيريا الهيموفيلس انفلونزا، وكذلك على البكتيريا النيسيريا مننجيتس. ستريبتوكوكس بكتيريا فيها
ستريبتوكوكس نموني فيها كثير سترينز، فممكن نعطي 23 كبسولار بوليساكرايدز، 23 نوع من انواع البوليساكرايد باشكالهم المختلفين. بعض الاحيان ممكن نطعم للهيباتايتس بي، ايش بنعمل؟ بنروح بنحضر دي ان اي زي ما ذكرنا في البلازميد، وهذه كده الدي ان اي بتعطيني بروتين، والبروتين هو تاعنا عباره عن ايش؟ هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، تمام؟ اللي هو احنا بعد هيك بنعمل له اكستراكشن، نستخلصه هذا الانتيجين، وبنروح بنبدا نطعم فيه للاطفال على فترات طبعا متباعده، على اساس بالفعل نضمن انه صار في عندنا مناعه، صار في عندي ميموري كويس، وتمشي الامور 100%. بهيك احنا ان شاء الله بنكون انهينا هذا الكورس، واذا في اي سؤال وتعليقات ان شاء الله رب العالمين على استعداد، يكون هناك برضو محاضرة لأي تعليقات وأي أسئلة حأجيب عليهم إن شاء الله رب العالمين. يعطيكم العافية، شكرا لحسن استماعكم.